تقدمت بترشحي بناء على الخطاب السامي التاريخي والسمع والطاعة لقيادتنا السياسية، ونمد يد التعاون مع حكومتنا الرشيدة التي تعمل بجهود جبارة، ونشكرهم كل القائمين في هذه الحكومة اللي يعملون فوق طاقتهم. للأمانة هذه حكومة تعمل من أجل خدمة الوطن والمواطن، وأنا قادم من أجل الإصلاح، قادمون لخدمة المواطن، وكل احتياجات المواطن اللي يحتاجها بإذن الله بنقدمها في المجلس بإذن الله، إن الله كتب ووصلنا للمجلس.